أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من المشهد المغاربي. البداية من تونس. قانون يعود إلى سنة 92 900 وألف، وهو القانون رقم 52 المتعلق بعقوبة مستهلكي الحشيش أو الزطلة. عاد هذا القانون ليثير جدلا حادا في تونس بعد حوار أدلى به رئيس الجمهورية الباجي قادر السبسي لقناة خاصة، أكد فيه أنه سيجمع مجلس الأمن القومي وسيطالبه بعدم تتبع الشباب مستقبلا من أجل استهلاك مادة الزطلة إلى حين إيجاد حل جذري وقانون جديد. تصريح لئن وجد الترحاب لدى القائمين على تغيير القانون، بما أنه يحمي الشباب الذي استهلك لأول مرة من المجهول الذي ينتظرهم داخل السجون حسب رأيهم، إلا أنه جعل البعض الآخر يبدي تخوفه من المبادرة بالنظر إلى أن هذا القانون قد يسهم في تفشي الظاهرة ويزيد من مروجي المخدرات، في حين يرى شق آخر أن رئيس الجمهورية بهذا التصريح قد ارتكب خطأ قانونيا، بما أن الأمر لا يندرج ضمن صلاحيته. هذا الموضوع نناقشه مع ضيوفي من تونس، وأبدأ بالترحاب بالدكتور عبد الستار السحباني، أستاذ علم الاجتماع. مرحبا بك أستاذ عبد الستار. بداية، ما موقفك، ما تعليقك على هذا هذه الدعوة؟ هي كانت في البداية وعد من الوعود الانتخابية لرئيس الجمهورية الحالي سيد الباجي قادر السبسي بأنه لو صار رئيس سيعمل على إيقاف العمل بقانون 52 وسيأتي بقانون آخر جديد. ما تعليقك بداية على هذه الدعوة، إيقاف العمل والتتبعات ومعاقبة المرتكبين لهذا الاستهلاك لأول مرة؟ شكرا على الاستضافة. أولا، رئيس الدولة يمثل السلطة التنفيذية وليس سلطة تشريعية، هذه مسألة مهمة جدا، وليس له الحق بالتدخل في السلطة التشريعية ومطالبتها بسن أو بإقرار قانون يسمح بتعاطي الزطلة أو المخدرات في تونس. هذه أولا. ثانيا، حين نقول استهلاك أول مرة، مفهوم أول مرة لا يعني استهلك مرة واحدة، يعني استهلاك أول مرة يعني تم التفطن إليه أو تم إيقافه للمرة الأولى. يعني في ناس تستهلك منذ 5 سنوات ثم تم التفطن إليها، وفي ذلك هذا يفتح الباب للاجتهاد أمام كل الذين يرغبون في ترويج هذه المادة المدمرة في تونس. النقطة الثالثة، إقرار ذلك يعني فشل كل السياسات التي كان بالمطلوب والمفروض اتباعها للحد من هذا الاستهلاك. يعني حين نتحدث عن الحد من هذا الاستهلاك في المؤسسات التربوية، المؤسسات التعليمية، المؤسسات الثقافية، المؤسسات الإعلامية إلى غير ذلك، يعني أن النظام التونسي لم يعلن حملة ولم يعلن تعبئة عامة ضد أولا المخدرات في تونس، وثانيا ضد مروجي المخدرات، وثالثا وهذا الأهم، ضد موردي هذه المادة، لأنه في أطراف أجنبية وأطراف أخرى تدخل وتخرج. طيب دكتور عبد الستار، لو سمحت ابقى معي، ساعود اليك ود تعليقا كذلك من ضيف الثاني الاستاذ عبد اللطيف المكي البرلماني ووزير الصحه كذلك السابق. استاذ عبد اللطيف، مرحبا بك، ما تعليقك على هذا الاقتراح؟ يعني هل فعلا هذا الاقتراح سيشكل نوعا من انواع التخفيف، وبالتالي هو نوع من انواع الحلول كما يطرحه المروجون له؟ شكرا لك، مرحبا بك بكل بضيفك وبكل السادة المشاهدين. مرحبا. أود التذكير أن تنقيح هذا القانون قد كنا تناولناه منذ سنة 2012 ولمدة طويلة في إطار المجلس الوطني للمخدرات، وهو مجلس ينعقد بمقر وزارة الصحة ويترأسه وزير الصحة، وقد ترأسته وكانت فيه كل الوزارات المعنية فضلا على الأجهزة الأمنية والديوانية، وكان منطلق النقاش ومنطلق علمي بحت
كيف نعالج علمي واجتماعي. نعم. كيف نعالج مدمني المخدرات ونعتبرهم مرضى يجب علاجهم لكي نساعدهم على الإقلاع، وكيف نخفف على من زلت به القدم لأول مرة لكي لا يخسر حياته وينخرط بصورة نهائية في عالم الإجرام والمخدرات من مستهلك يصبح مروج ثم يصبح تاجر غير ذلك. فمنطلقات الموضوع هي علمية واجتماعية وأخلاقية تم تسييسها، وبتسييسها ستدخل مرحلة المزايدات وسنبتعد عن الغاية الحقيقية. وأعتقد أن رئيس الدولة كان يهدف من وراء تصريحه التنصل من وعده الانتخابي لأنه غير قابل للتحقيق، فأراد أن يقول أنه أمام عدم إقرار البرلمان أو مؤشرات أولية أن البرلمان سوف لن يوعد به، فأنا سأدعو مجلس الأمن، والجميع يعرف أن مجلس الأمن لا علاقة له بإيقاف القوانين ولا بتعليق القوانين ولا بنقاش مثل هذه المواضيع. فالمرجع يجب أن يكون المجلس الوطني للمخدرات الذي فيه أطباء وفيه وزارة التربية وشؤون الدينية والثقافية والشباب والرياضة والأجهزة الأمنية. لذلك هذا التصريح زاد من نسبة تسييس الموضوع، وبالتالي سيدخله في يعني مرحلة المزايدات. طيب دكتور عبد اللطيف، دكتور عبد الستار، ابقيا معي لو سمحتما، سنتابع مقتطفا سريعا من كلمة الرئيس الجمهورية أو تصريحه في هذا الشأن، ثم نعود لمواصلة النقاش. هذه يضرب بنقول لكم بالضبط عام حبس وفيسبا. شنو هي الفيسبا هذه؟ قال لي مليو هذه الفيسبا. قلت شوف رأيي أنا، ما نجموش إذا نعطيه شهادة في حسن السيرة للناس اللي تكيف الحكاية هذه، بالعكس احنا نمشيو بالتوأدة. أنا وجهة نظري وأن الشباب هذا من أجل المهمة يعني برا يتكيف، مو تعرف مع صغار مع بعضهم والغالب بالدنيا هذه، يعني يضرب عام حبس يسر. انا تعادلت باش نقدم مشروع قانون، لان يعني قانون هو كونه اللي للمره الاولى يتكيف هذايا ويكون صغير وكذا ما يعاقبوش. ما نعرفش اذا كان باش نلتجي، انا نقول لكم كل صراحه انا ما نعملش وحدي، يمكن نجمع الهيئه العليا للامن يعني الوطن القومي اللي فيها رئيس الجمهوريه وفيها رئيس الحكومه فيها رئيس مجلس وفيها الوزراء وضباط السبيل، باش نعرف عليهم ونكون حل. الى متى حتى اللي تقع الحكايه هذه؟ يعني ما عادش تبعوهم. اذا نعود للدكتور عبد الستار السحباني. دكتور عبد الستار، يعني لماذا يطرح مثل هذا الموضوع الان؟ طرح اكثر من مره، لماذا يعود الى الواجهه في هذا الوقت بالذات؟ اليس هناك خشيه كما اشار الدكتور عبد اللطيف قبل قليل الى توظيف واستعمال سياسي لهذا الموضوع الذي لابد ان يعالج بعيدا ربما نوعا ما عن صخب السياسه والسياسيين؟ يعني شوف، هو الإشكال أولا مطروح، وتونس الآن تمر بفترة صعبة نسبيا. نعم. وفي كل مرة تمر تونس بفترة صعبة إلا والدولة يقدم تصريح هكا يخلق شوشرة في الرأي العام. قبل 3 أشهر كنت تذكروا تحدث وقال عودة الإرهابيين وخلق مشاكل كبيرة برشا. هو يطرح مشكلة المخدرات، بعد 3 أشهر أخرين 4 أشهر إذا كان الأمر ما ترجعش باش يطرح مشكلة أخرى. أعتقد أن المسألة وخلفيتها كلها هي بالأساس هي سياسية كما قال الأستاذ عبد الكريم. الجانب السياسي أعتقد أنه مهم، والتوظيف السياسي أيضا مهم، لأنه المسألة المخدرات لا تعالج بقرار سياسي. نعم. تعالج بقرار علمي، اجتماعي، نفسي. هناك هياكل وهناك مؤسسات وهناك أجهزة. أنا كيف يمكن مراجعة المنظومة التربوية والتعليمية، المنظومة الإعلامية، المنظومة الصحية إلى غير، يعني هناك إجراءات أخرى. يعني إذا كان مش نقول أنا تفضل، يعني وكأنني أدعو إلى سياحة، معناها حتى يقول لي غدوة الأجنبي اللي جاي من برا باش يجي لهنا باش يتناول المخدرات، يعني هذا هو باش يولي بشوية بشوية. نعم. ثم من بعد باش نولي نسمحوا، إذا كان قلنا اللي أول مرة استعمل نخليه، من بعد نولي نسمحوا، في حين أنه كان الأمر الأساسي والرئيسي كيف يمكن استفادة هذا الإشكال؟ معناها ما هي الجهات الممولة وما هي الجهات اللي صاحبة المصلحة
من هذا القانون. هذا هو المشكل. نعم. المشكل الكبير. نعم. ما نجموش نلعبوا بمستقبل المجتمع، لانه مستقبل المجتمع هو في شبابه. واذا كان وحنا شفنا مليح كيفاش انه كيبدا كي ولات التدخين ممكن، كيفاش انه اطفال صغار ولاو يدخنوا. نعم. في حين نعم. في مجتمعات اخرى التدخين اصبح ممنوع حتى في المواقع العموميه حتى في المقاهي. صحيح. ونحن نجي اليوم ونقول يا سيدي اللي يستعمل مرة أولى لا هذا اللي يستعمل مرة أولى نجم نعيوه، نجم نداويوه، نشوفوه إذا كان مريض مش مريض، نشوف الوضع الاجتماعي فيها وإلى غير ذلك. يعني المسألة تتطلب أولا دراسة علمية دقيقة شاملة كاملة وكاملة ومتعددة. طيب. الاختصاصات باش نجم نخرج بالقرار. نعم. دكتور لو سمحت تبقى معي لاني اود افهم كذلك منك امكانيه الحلول الموجوده الان في هذا الواقع، كيفاش يمكن فعلا الخروج. دكتور عالطيف المكي يعني اشار دكتور سحباني انه في اوروبا الان التدخين فقط، السيجاره ممنوعه في الاماكن الشغل اماكن كذا، وهناك حتى دعوه الى كذلك منعها في يعني في بعض الأماكن العامة التي يكثر فيها الناس وتكتظ بالناس، مش عارف مثل الأسواق أو ربما حتى بعض الحدائق إلى غير ذلك. كيف في مجتمع يعني في النهاية ينتمي للثقافة العربية الإسلامية ومسائل مثل هذه المخدرات، لأن الحشيش في النهاية هو نوع من أنواع المخدرات، كيف بحجة محاربته ومحاربة هذه الأخلاق ربما السيئة نبيحه للمرة الأولى؟ هل يتوافق هذا الكلام وطبيعة المجتمع التونسي مع هذا المقترح الذي يأتي من أعلى هرم الدولة وهو رئيس الجمهورية، إباحته للمرة الأولى إذا مسك لا يعاقب والمرة الثانية ربما نعاقبه بقانون جديد؟ دكتور عبد اللطيف انقطع الخط مع دكتور عبد اللطيف. دكتور سحباني مرة أخرى. إذا دكتور سحباني يعني هل هذا القانون أو هذا الاقتراح شعبيا يعني اجتماعيا مقبول في تونس؟ والله ما نجمش نقول لك هل أن هذا الاقتراح مقبول أم لا. بالطبع أن كل الأولياء وكل المربين كل معناها باش يرفضوا القانون كيف هكايا، وبالطبع كل المستهلكين وكل المروجين باش يرحموا بالقانون هذا. نعم. يعني في كل الحالات هناك جهات رافضه وهناك جهات قابله، لكن في اعتقادي ان الجهات الرافضه لهالقانون هذا خليني نقول كل الاسره التربويه وكل الاولياء معناها ما ترضاش انه ترى ابنها في يوم من الايام يتناول هذه الماده، وترى انه في ناس ينجموا يدفعوا بالاولاد بابنائهم في نفس في هذا الاتجاه. يعني باش تولي المؤسسه التربويه، باش تولي المدارس، باش تولي المعاهد، باش تولي اسواق لتوزيع هذه الماده اكثر بدعوى انه المراه الاولانيه ما يسالش، باش تولي الحفلات الصغيره نتاع الاطفال والحفلات اللي في يعملوها بالشباب في المدارس والمعاهد. نعم. تشارك فيها هذه نعم باش تولي تشارك فيها هذه الماده. اعتقد انه هذا قانون خطير وخطير جدا. لا يمكن ان نلعب بمستقبل المجتمع ومستقبل. طيب لكن دكتور عبد الستار الا يعي المسؤول الاول في تونس خلينا نسميه هكذا اللي هو رئيس الجمهوريه الا يعي كل هذه المخاطر؟ يعني يقول والله انا وعدت الشباب اني اخفف واني اراجع قانون هذا 52 وعوضا يقول ساستعين بالمختصين بالاطباء بعلماء الاجتماع في تونس، قال ساستعين بمجلس الامن القومي. يعني أيعقل مثل هذا الكلام في وقت انه كما اشرت انت والدكتور المكي انه لابد من الاستعانه بالمختصين في هذا المجال سواء اطباء او من يهتم بدراسه المجتمع التونسي وتقديم الحلول الممكنه؟ يعني احنا في تونس عندنا معهد الدراسات الاستراتيجيه كان اولى يعني طرح هذه المساله على معهد الدراسات الاستراتيجيه، لان معهد الدراسات الاستراتيجيه عنده كل وسائل كل الامكانيات باش ينجم يوفر فضاءات واموال من اجل الدراسه العلميه لهذه المساله. رئيس الدوله لم يقم بذلك اولا. ثانيا اعتقد ان رئيس الدوله يعلم ان طرح هذه المساله بهذا الشكل وبهذا الشكل لن يؤدي الى اقرار هذا القانون، وهو يعلم ذلك جيدا، ولكنه هذا يدخل في اطار مناوره سياسيه نظرا للاوضاع
الاجتماعيه وخاصه الاقتصاديه الصعبه التي يمر بها تونس، وهي اخي خلينا نقول واحده كما في حبه او حربوشه خلينا نتوقف هذه. نعم. يعني المساله هذه اصبحت الان الشغل الشاغل للاعلام، الشغل الشاغل للاولياء، الشغل الشاغل للمربين، يعني الناس نسيت فعلا ان في ازمه سياسيه، في ازمه اقتصاديه، في ازمه اجتماعيه، واصبحت تتحدث عن المساله هذه بالضبط كما تحدثوا قبل ثلاث اشهر عن عوده الارهابيين، هل سيعودون؟ من هم الارهابيين؟ واخذت منا ثلاث اشهر، وكانت هي في نهايه الامر كانت يعني عباره عن جرعه. نعم. إعادة توجيه الرأي العام نحو مسائل أخرى. واضح. دكتور عبد الستار السحباني أستاذ علم الاجتماع كنت معي من تونس، شكرا جزيلا لك. على إلينا الدكتور عبد اللطيف المكي. دكتور عبد اللطيف، طرح مثل هذا الموضوع ومراجعة القانون رقم 52 وإلغاء العقوبة في مجتمع هو مجتمع مسلم، لما نأتي إلى أوروبا تجد هناك محاولة لمنع مجرد التدخين في كل الأماكن التي مكتظة بالناس، وحديث حتى على منع حتى في الحدائق العمومية حيث يكتظ الناس. في مجتمع مسلم وربما أغلبه محافظ هناك دعوة إلى السماح والمسامحة في المرة الأولى. ألا تشعر أن هناك تناقضا بين ما يقترحه بعض الساسة في تونس وبين طبيعة المجتمع التونسي؟ نعم، يعني بالضبط، وهذا المدخل الأخلاقي. المجتمع التونسي في عمومه يرفض تطبيع مثل هذه الظواهر والتي تنجر عنها ظواهر أخلاقية أخرى مثل الاغتصاب تحت تأثير المخدرات أو السرقة أو القتل أو العنف أو السياق المتهور، وبالتالي هنالك أضرار أخلاقية وهنالك كذلك أضرار مادية، لأن استهلاك المخدرات يكلف ميزانية الأسرة ويدفع المدمن على المخدرات إلى حتى السرقة وارتكاب الجرائم وارتكاب الحوادث، وبالتالي من كل النواحي لابد أن لا نرسل رسالة ضعف أو تساهل في خضم المعركة المتصاعدة مع المخدرات. وأعتقد أن الجهات المروجة للمخدرات والتي لا استبعد ان تكون لها بعض الارتباطات مع شركات النظام القديم، لانه معروف في تونس ان المخدرات عرفت تطورا كبيرا كميا ونوعيا في تونس. نعم. ارتباطا باسره الرئيس المخلوع، ارتباطا باسره الرئيس المخلوع، وحظيت بنوع من الحمايه، وكان النظام يقوم بمجرد عمليات شكليه لذر الرماد في العيون. فهذه الشبكات تريد ان تؤمن وتوسع سوق تجارتها وتحمي حرفاء، وبالتالي تدفع لهذا القانون دفعا بالتباكي على الذين يستهلكون لاول مره، وهو مفهوم غير قابل للضبط هذا الاستعمال لاول مره. نعم. لانه يمكن ان يكون يستعمل المخدرات لمده 3 سنوات ولكن يقبض عليه لاول مره، وهو يمكن ان يفتح باب فساد. كل من يقع ايقافه بسبب المخدرات سيلتجا الى محاولة اغراء الناس والحكام بالرشاوي من اجل ان لا تحتسب له تلك المره. نعم. فبالتالي اللجنه البرلمانيه ليس هذا توجهها، توجهه ان تبقى ثم مسؤوليه للذي يستعمل المخدرات، ولكن نبحث كيف لا نقصف. طيب. الحياه نتاع الشاب هذا، كان تلميذ لابد ان يواصل دراسته، ان كان يستغل لابد ان لا تتسبب له العقوبه في الطرد من الشغل. نعم. حتى لا يضطر اضطرارا بالالتحاق بصوره. طيب. رسميه بشبكات دكتور في ميدان المخدرات. دكتور مكي، ابقى معي، اود ان نسمعك هذا المقطع لاحد ممثلين في تونس هو مع السماح بهذه بالاستعمال بهذه البساطه وبهذا الشيء القليل كما يسمي هو، ويبرر هو لماذا، ثم اعود اليك للتعليق على هذا الكلام. نتابع ثم نعود. انا وهاو هتو في المباشر، انا مسؤول على كلامي. انا شفت ناس هنا من اصحاب المحلات الكبيره بتاع الكحول يشموا في الكوكايين ويعرفوهم، وحتى حد ما يكلمهم، وشكون يعديه تحليل؟ شكون يعديه تحليل؟ ولا شكون يتجرأ انه يوقف وقت اللي يطلع هو في السياره بتاعه اللي تعمل 300 و400 الف دينار؟ الاخر تهمته من ملاسين وتهمته من حياه هلال ياكل الكف. احنا نتشدوا مش كان على الزطل، على كعبه كوديا زاده تشربها تحت الحيط والسكر واضح.
ها قانون معمول للمفقرين والمهمشين، مش معمول زعما حفاظ على الصحه. انا اكثر من اكثر الناس اللي تستاهل الكحول في الوطن هذا، نعرف قداش يضر البدن ويجيب وقداش يدفع للعنف الزوجي، يروح يضرب ولده يضرب مرته ويكسر ويبيع التلفزه. بريتش انا الزطالي يعمل فيه هذوم الساعه يبدا مبتسم ومحليه ويحب يغني وراه فيهم على اليوتيوب. دكتور عبد الستار عبد اللطيف، اعود اليك، ما تعليقك على هذا الكلام، خاصه حينما يقول هذا قانون معمول للمهمشين وللفقراء، اما الاغنياء يستهلكوا كل انواع المخدرات ولا احد يطالبهم ولا حتى يحاسبهم او يراقبهم؟ في هذا الجانب له الحق تماما واسانده، لابد من تطبيق القانون على الجميع مهما كان شانهم. وهذا يعتبر ظلم ويعتبر من مخالفات ثقافة النظام القديم. أما الحل فلا يعني السماح للجميع بأن يستعملوا المخدرات، لابد أن تبقى هذه الممارسة تحت طائرة القانون ويعاقب عليها. وفي تقديري لا نكتفي بالقانون فقط، لأنه هنالك عدة ظواهر أخرى ومؤشرات تدعونا إلى الانتباه إلى وضع الأسرة في تونس. لابد من إعانتها على أن تصبح قدراتها الاجتماعية وعلى رقابة أبنائها وعلى مساعدتهم وعلى توجيههم التوجيه الصحيح تصبح أكبر. وهنا التحدي المطروح على الدولة، سواء كان في مجال الإرهاب أو في مجال المخدرات أو في مجالات أخرى، لابد أن تقف الدولة مع العائلة ومع الأسرة. نعم. طيب دكتور عبد اللطيف، يعني حتى أختم معك، يعني يعني فيما يتعلق بكلام في موضوع مهم بهذا الشكل، وأنت أشرت قبل قليل إلى أن هناك مجلس المخدرات اللي يجتمع بكفاءات متعددة وتحت إشراف وزارة الصحة، يعني هناك شغل ودراسة لابد أن تجري حتى يتمكن ربما المختصون من وضع حلول قريبة لهذا المشكل. يعني لما تأتي في تصريح هكذا من رئيس الجمهورية في وسيلة إعلامية، يعني ألا يشعر البعض من التوانسة والمتابعين أن هناك ليست هناك جدية حقيقية في البحث عن حل حقيقي لهذا الإشكال؟ عنا حسب الإحصائيات في تونس ثلث المحكومين في تونس سجنوا بسبب الزطلة، 120 ألف شاب تونسي سنويا يدخل السجن بسبب استعمال الزطلة. يعني هناك مشكل حقيقي يتهدد الشباب التونسي من 14-15 وانت طالع يعني، ولكن في المقابل البعض يشعر حين يسمع مثل هذه التصريحات أن هناك بحثا متسرعا عن حلول، ليست هناك جدية في البحث عن حلول. هل تشاطر رأي من يقول هذا الكلام؟ يعني نسبي، لأنه أولا اسمح لي ليصحح الرقم، نحن في لجنة الأمن والدفاع وبصفتي أرأس هذه اللجنة في البرلمان التونسي استدعينا السيد وزير العدل للحديث حول وضعية السجون، وقدم إحصائيات أنه هناك قرابة ربع المساجين في تونس هم بتهمة المخدرات، وعددهم قرابة 6000 وأكثر بقليل من 6000، ليس 120 ألف. وربما هذا رقم يروجه الذين يدفعون باتجاه يعني رفع العقوبة على استعمال المخدرات. أنا أخذ الرقم من عند سيد مهدي مهدي بن غربية وهو وزير في الحكومة الحالية. نعم، هذا هو ذكره في أحد تصريحاته. نعم. لا لا، هذا الرقم أنا أشكك فيه كثيرا، وأنا أعطيك رقما رسميا قدمه وزير العدل في لجنتنا، أنه عدد نزلاء السجون هم قرابة 24 ألف، منهم أكثر من 6000 بسبب المخدرات. وفي أقصى الحالات يعني مع الدخول والخروج ربما يكون عدد الممسوكين سنويا 12 ألف أو في الأقصى 15 ألف. أما رقم 120 ألف هو رقم يعني غير صحيح، وقد يكون يستعملون السيد نادي بن غربية، قد يكون هو نفسه قدم له الرقم لمزيد الضغط على الحكومة، وأن هنالك ضحايا كبار لتسهيل تمرير هذا القانون. الحل يكمن في سياسات اجتماعية تنتشر مجتمعنا من كل هذه الظواهر السلبيه، لان نريد ان تتوجه كل طاقاتنا وخاصه طاقات الشباب في بناء تونس الجديده، لا نريد ان تغرق بلادنا في مثل هذه الافات، نحن بحاجه الى شبابنا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللطيف المكي البرلماني،
ووزير الصحة الأسبق كنت معي من تونس. وأرحب الآن بانضمام الشيخ فتحي أرباعي إمام وداعية. مرحبا بك شيخ فتحي. إذا هناك مشكل اجتماعي وربما له علاقة، بل ربما بالأكيد له علاقة كذلك بالتدين وبالالتزام في مجتمع مسلم محافظ في أغلبه كالمجتمع التونسي، دعوة إلى رفع العقوبة على مستهلكي الزطلة أو الحشيش اللي هي أحد أنواع المخدرات، والمخدرات في الإسلام محرمة وممنوعة. كيف تنظر أنت كشيخ وعالم دين إلى هذه الدعوة؟ هل يمكن أن تكون سببا في التخفيف أم أنها على العكس تماما تزيد في عدد المستهلكين والتجار كذلك المروجين؟ بارك الله فيك على إتاحة الفرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك أستاذي الفاضل وإلى كل ضيوفك الأماجد وإلى كل المتابعين لقناة المغاربية أينما تصلهم الصورة والصوت. مرحبا. في الحقيقة شكرا. يعني في الحقيقة أنا نشوف أنه القضية هذه قضية أعمق من أن تعالج ببعض المواقف هكذا، مواقف سياسية أو مواقف إعلامية. الأولى بقضية وظاهرة خطيرة كهذه كما كنت تشير وكما كان يحلل الدكتور، كان الأولى بأن ينكب الخبراء في الاختصاصات المتعددة وأن يدرسوا أسباب هذه الظواهر وأن نبحث لها عن حلول جذرية. أما هذه الحلول فهي حلول يعني لا يمكن أن تكون حلول، نعم هي حلول لاستنقاذ بعض الشباب، ولكن هذا الحل أيضا سيشجع بعض الشباب على التجربة الأولى. ويعني لا أرى فيه هذا حل، لا أراه حل، بل أرى أنه هذا نوع من التسويق الإعلامي أكثر منه حل جذري. طيب شيخ فتحي، بتقديرك وأنت تعيش هناك وتتابع يعني كل المستجدات على على الساحة السياسية، إذا ما الدافع بتقديرك وراء الحديث وإعادة الحديث عن هذا القانون ورفع العقوبة وإيقاف العمل بالقانون هذا 52 في هذا الوقت بالذات؟ هل هناك مناسبة يعني؟ والله الأمر مستغرب نوعا ما، أنا لا أرى مناسبة. احنا الآن نشوف في فشل مجتمعي في حسن تربية وتأطير الشباب. اليوم نعاني في المؤسسات التربوية من التسيب، من عدم احترام الإطار التربوي، من التدخين، وحتى البعض يدخل يشرب الخمر ويدخل القاعة، من العنف، العنف المتبادل بين التلاميذ وبعد وبين التلاميذ وأساتذتهم. نعم. كل يوم كل يوم عندنا ظواهر وأحداث من هذا النوع. فنزيد احنا إذا كان نزيد نخفض العقوبة على متعاطي المخدرات أو الزكلة أو شيء من هذا القبيل، فهذا أنا ما نشوفوش حل. ونشوفه معناها ممكن هو في إطار يأتي في إطار الوعود الانتخابية لبعض الأحزاب وبعض الشخصيات. نعم. ربما أرادوا الإيفاء بوعودهم. أنا أتفهم أنه كثير يعني إيفاء شيخ فتحي الإيفاء بوعودهم، حتى وإن كانت هذه الوعود قد تصادم طبيعة المجتمع التونسي وقد تأتي بالضرر الصحي والعقلي على أبناء وجيل ومستقبل تونس. يعني للأسف هو الناس اللي تنادي بالإجراء هذا هم ينظروا لزاوية واحدة، وهي زاوية أنه هناك بعض الشباب الذين وقعوا نتيجة تعاطيهم للمخدرات المرة الأولى، ربما حياتهم الدراسية وربما مستقبلهم الكل يضيع. هذه من الزاوية، هذه نظر صحيح، نحن في هذه الناحية نتعاطف مع هؤلاء الشباب، ولكن القضية أعمق من هذا بكثير. إجراء كهذا سيعمق تعاطي المخدرات وسيسهل ترويج المخدرات، ومن سيفرز من المروج من المتعاطي، كيف ستكون الإجراءات؟ هذا سيجرئ عديد من الشباب على اقتحام هذه التهلكة وهذا الداء السم القاتل عياذا بالله. وهذا يتنافى مع هويتنا ومع ديننا ومع قيمنا وحتى مع القيم المجتمعية اللي انشاء عليها المواطن التونسي والمجتمع التونسي. احنا اليوم في حاجة لإرساء وإحياء المنظومة القيمية حتى نعيد الأمور إلى نصابها. أما إذا كان التدخين اليوم، وأنتم تعرفوا الإحصائيات، نسبة عدد المدخنين من الأطفال ومن الشباب اليوم، نسبة متعاطي يعني ولا المدمنين على الخمر، حتى أنه البعض من الشباب أصبح يتجرأ ويأتي بقارورة الخمر للمعهد.
اليوم نزيد نقولوا اللي يتعاطى المرة الأولى، طيب من سيضمن أن هذه المرة الأولى وكيف ستكون الآليات للمراقبة؟ أنا أرى أن هذه ليست حلول، إنما هذا سيعمق الأزمة. وأنا شخصيا أدعو المسؤولين وكل من يدعو لمثل هذه القوانين أن يراجع نفسه وليعلم أن أبنائه في المجتمع وفي المدارس وفي المعاهد. طيب. وهذه شيخ فتحي هذا ما أنت نعم. كرجل كشيخ رجل عالم داعية، كيف ترى الحل؟ ما هي الحلول الممكنة طبعا في ضوء الواقع الممكنة، ليست حيول خيالية ربما، الحيول الحلول الممكنة في واقع تونس هذا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يشاهده الكل ويعرفه الكل؟ يعني أنا أرى أن المقاربة متعددة الأبعاد. نعم. هذه قضية الآن نحن نعيش في نتيجة تفيض ونتيجة فساد ونتيجة تهريب ونتيجة يعني معناها بضاعة موازية، نتيجة فوضى عارمة في كل الاتجاهات. نعم. الحل أنا أرى أن الحل أنه لجنة من الخبراء المختصين في الاختصاصات المتعددة، في علم النفس، في الجانب الشرعي، الجانب الاقتصادي، الجانب الأمني، الجانب القضائي، الجانب السياسي، وتنكب على دراسة الظاهرة وتخرج يعني بعد دراسة الإحصائيات وتقف على الأرقام الحقيقية، أن نضيق على المروجين وعلى المستهلكين ومش نزيد نفتح لهم الباب ومش نزيد نفتح لهم المجال ومش نزيد كأن المجتمع الآن سيستصيغ ترويج المخدرات، الآن كأننا سنشرع إلى أن تصبح المخدرات على مرأة ومسمع، وهي الآن على مرأة ومسمع في كثير من الأحياء. الأمر جد خطير. نعم. والأمر هذا يعني حقيقة ينذر بشر مستطير، ربي يحفظنا ويحفظنا. المشكلة شيخ فتحي أنه حتى في أوروبا هنا في بعض الدول الأوروبية منذ سنوات طوال وهناك مجموعات حزبية ومجتمعية تطالب بإباحة استعمال كمية معينة قليلة جدا، تصبح من حق أي واحد أن يستعملها وإذا مسكت معه لا يعاقب عليها في دول أوروبية، ولم يمر إلى اليوم مثل هذه القوانين، وهناك من يحارب ولم تمر إلى حد الآن. تأتي إلى مجتمع مسلم ومنتمي للحضارة الإسلامية، تجد هناك دعاوى لأنك ترفع عنه العقوبة، البعض يقول ترفع الآن العقوبة ثم بعد ذلك ربما تمشي في الاتجاه الآخر، تسمح بكمية معينة، والله هذه الكمية لا يعاقب عليها القانون، ثم رويدا رويدا يتفشى المرض في المجتمع التونسي وما أكثر الأمراض الموجودة. أنت شيخ فتحي الآن ما دوركم أنتم الآن كدعاة كعلماء في الوقوف في وجه مثل هذه المقترحات، في تحسيس الشباب يعني المسلم بخطر الانزلاق في هذا الاتجاه؟ يعني الخطر نعم، بالفعل الدعاة والأئمة والإعلام وكل المؤسسات في المجتمع في الحقيقة يجب أن يكون لها دور، لكن أنا أقول أن معالجة هذه الظاهرة بهذا الشكل هو دليل على فشل المجتمعي على دراسة المشاكل الحقيقية بعمق. والآن أنا أسأل وأجيب في نفس الوقت. نعم. يعني ماذا بقي للأئمة من دور أمام الإعلام وأمام الواقع في المجتمع وأمام الضغط في الشارع وأمام اللوبيات المتحكمة في الفساد؟ فأنا أرى قانون كهذا هو هدية للمروجين. نعم. هدية للمهربين، هدية لتجار المخدرات، كأننا نفتح لهم سوقا جديدة في بلادنا، وهذا ينذر بخطر مستطير. ربي يحفظ بلادنا ويحفظ شبابنا ويهدي إن شاء الله كل مسؤولينا، ونشوف أن مسألة هذه قبل ما تكون مسألة يعني دينية هي مسألة راهي تمس الأمن القومي، تمس الذات، تمس الوجود أصلا. فهذه مسألة يعني من ناحية دينية مرفوضة، من ناحية المجتمعية وتراثنا وأصالتنا وقيمنا مرفوضة. فإذا كان يمشون فيها السياسيين أو المنظرين أو ربما بعض الداعين هذه القضية، فأنا نشوف هذا عنوان لفشل المجتمعي لمعالجة الظواهر الخطيرة التي تهدد المجتمع. طيب كيف يمكن مواجهته دكتور أستاذ الشيخ فتحي عمليا، مواجهة هذا القانون كيف يمكن يعني على الأرض؟ يعني والله هذا يلزم على الأرض الأئمة، الجمعيات الشرعية، جمعيات المجتمع المدني، الإعلام الوطني، الكل يلزم يتحرك في كتلة واحدة باش ينبه المسؤولين وينبه مجلس نواب الشعب أنه الإقدام على خطوة كهذه
هو تقديم كثير عدد كبير من أبنائنا إلى المحرقة، هو تقديم شباب تونس ومستقبل تونس إلى التهلكة، وهذا لا يرضاه أحد ولا يقبل به أحد. معناها هذا ما أدعو إليه. نعم، شكرا جزيلا لك الشيخ فتحي أرباعي إمام وداعية، كنت معي من تونس عبر الهاتف. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود لمواصلة المشهد المغاربي، فابقوا معنا.